السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدين قناة توينز أوف تك. إن شاء الله النهاردة هنعرف إزاي نشغل كاميرات الدعوة أجهزة دي في آر أو إن في آر على شاشات التلفزيون الأندرويد. إحنا كده دلوقتي على شاشة التلفزيون الأندرويد. أول حاجة إن شاء الله هنفتح الأبليكيشنز، بعد كده نختار تطبيق متجر جوجل بلاي، نطلع نعمل بحث، نكتب اون فاير زي ما ظهر قدام حضراتكم على الشاشة. بعد كده نضغط بحث. ده شكل البرنامج معانا. هنبدأ ان احنا نعمل انستول. بعد ما خلص معانا البرنامج هنضغط اوبن. ده شكل البرنامج معانا. تظهر معانا الرسالة دي بالترحيب لأول مرة. نعمل اكس. نبدأ بعد كده نضغط على علامة الزيادة عشان نضيف كاميرات أو أجهزة دي في آر. فبيجي هنا يسألني أوم في أي إف ديفايس ولا جينيريك آر تي إس بي، فأنا هختار تاني اختيار اللي هو جينيريك آر تي إس بي. بعد كده هيسألني على البيانات دي، هبدأ في خانة النيم، هكتب اسم مثلا دي في آر. بعد كده هنبدأ نكتب اللينك الدومين دوت، ان شاء الله هسيبه لكم في وصف الفيديو. هنا بنبدأ نكتب RTSB، بعد كده نوتين سلاشين، بعد كده بنكتب رقم الاي بي الخاص بجهاز الدي في ار داخل الشبكة اللي هو 192.168.1.4. احنا هنشوف الجهاز بتاعنا واخد رقم كام، وبعد كده نوتين فوق بعض البورت نمبر 554 وبقية اللينك دوت. نيجي هنا عندنا في التشانل بتساوي واحد، معناها ان هي قناه رقم واحد. صفر معناها ان هو بيعمل على المين ستريم الدقه العاليه للكاميرات، لو هي واحد هتبقى السب ستريم الدقه الاقل. بالنسبه للتشانل واحد اللي هو القناه، لو خليناها اتنين هتبقى القناه رقم اتنين وهكذا. وده الاي بي الخاص بالجهاز. نيجي بعد كده ندخل على خانه اليوزر نيم، نبدا نكتب اليوزر نيم اللي موجود عندنا في جهاز الدي في ار، بعد كده الرقم السري. بعد ما كتبنا الرقم السري هنبدأ ان احنا نضغط كلمة سيف. نضاف معانا كده الدي في ار، نقدر برضو نشيك عليه بان احنا نضغط عليه ضغطة. زي ما حضراتكم شايفين كده الكاميرا معانا، لو عايزين برضو نكبرها. تمام، نعمل رجوع. لو حبينا نضيف بقيه الكاميرات الموجوده عندنا على جهاز الدي في ار هنضغط على كلمه اد مره ثانيه، بعد كده نختار جينيريك ار تي اس بي. نبدا نعمل كوبي فروم ان احنا ننسخ البيانات من البيانات الثانيه، بعد كده نختار دي في ار. نيجي بس هنعدل نخليها دي في ار 2، ونيجي في التشانل خليها بدل واحد برضو نعدلها رقم 2، وبنعمل سيف ونضيف برضو الكاميرتين اللي فاضلين. نكتب هنا 3، بعد كده نغير التشانل نمبر برضو نخليها 3، بعد كده نضغط سيف كمان مرة، نضغط اد، بعد كده نختار جينيريك ار تي اس بي، ننسخ البيانات مرة رابعة، بعد كده نعدل اسم القناة ورقم القناة، بعد كده نضغط سيف مرة تانية. زي ما حضراتكم شايفين كده الأربع كاميرات الموجودة عندنا في الدي في آر، لو شغلنا أي كاميرا هيبدأ إن هو يشغلها لنا. كده على الشبكة الداخلية مش محتاج أي إنترنت، وإن شاء الله إحنا عاملين فيديو تاني بيبين إزاي تربطه من عن بعد من أي مكان في العالم من خلال شاشات الأندرويد برضو، بس ده هيبقى فيه خطوات كتير، فيا ريت تبقوا تسمعوا الفيديو هيظهر لكم هنا في الآي. تمام، نعمل رجوع كمان مرة عشان نشوف ازاي نشغل الكاميرات كلها. نيجي بعد كده نضغط على ايقونة مالتي فيو عشان نبدأ نعمل تقسيمة. بيقول لنا ان احنا ما عملناش تقسيمة قبل كده، فبيقول لنا ان احنا ننشئ تقسيمة دلوقتي، فبنضغط على كلمة يس، بعد كده بنسيبها 2 في 2. نكتب هنا الاسم بتاعنا، اي اسم، 2 في 2 مثلا، بعد كده نعمل حفظ، نعمل رجوع مرة تانية.
زي ما حضراتكم شايفين كده قسم معانا التقسيمه. لو حبينا نشغل الكاميرات بنضغط على الايقونه دي، بيبدا يقول لي حدد انهي كاميرا، فبضغط على الكاميرا اللي انا عاوز اشغلها، وهكذا اللي بعدها وهكذا دي، وبرده كاميرا رقم 4. طبعا الايقونه دي اللي هي بتكبر الشاشه، دي الشاشه فيها الاربع كاميرات زي ما حضراتكم شايفين. وبكده بقى احنا عرفنا ازاي نربط كاميرات القهوة على شاشات تلفزيون الاندرويد. لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.